موضوع التشابه الأسماء يعني حقيقة هو هذا يعني موضوع يعني مو بس أنتم يعني تعانون من عنده، وإنما إحنا كأجهزة أمنية نعاني من عنده. السبب أنه إحنا عندنا عدد من الوكالات الأمنية، كل وكالة أمنية عندها مصادرها وعندها أوامر إلقاء قبض خاصة بها موجودة يعني من ضمن حاسباتها. أنا أول ما جيت، ويمكن عميد محمد موجود هسه مدير قسم الاستخبارات، سوينا كتاب بعد ما هو قدم لي مقترح، يعني لأن هو أقدم من عندي بالمنطقة فيما يخص العمل الاستخباري على نفس الموضوع، فسوينا كتاب إلى العمليات المشتركة، طلبنا أنه نوحد قاعدة البيانات حتى تكون عندنا قاعدة بيانات وحدة نشتغل بها في قيادة عمليات الأنبار، ونرفع من عندها الأسماء اللي مثلا يعني ما كاملة، لأنه تدري إحنا قبل كانوا القضاء، أنا أتذكر يعني من كنا في لواء المثنى وكنا بذيش الفترة الصعبة كانت أسماء تصدر ترى اسم ومثلا محمد والمدعو أبو فلان، لأن كان الوضع الأمني صعب جدا، وكان المصدر من يروح القضاة يعني يستمعون ويصدرون، لأن الوضع كان يعني مربك بشكل معتيادي. اليوم هسه السادة القضاة قاموا يصدرون الأمر القاء القبض على اسم رباعي واسم أم حتى ما ينظلم أحد ويفوت للسجن 10 أيام أو 15 يوم وهو بريء. هذه الحالة موجودة، هذه الحالة أنا يعني مو دفاعا عن جنودنا وعن الجهاز الاستخباري، لكن أكو اسم الجندي من يلزمه بعد ما أكو أحد مخول يطلق صراحة، من يطلق صراحة يحاسب بتهمة أنه يعني مساعدة إرهابي على يعني أنه يطلع يعني من قبضة العدالة، لا هو ولا غيره ما يقدر. فإحنا هذا الموضوع خارج السيطرة. مرات إحنا أنا قلت لكم يعني مرات مثلا إذا جنابك الكريم أو الشيخ أو أحد من شيوخنا المعرفين عندنا واللي نعرفه ونعرف توجهه، من يشيل تليفون يقول يابا ترى هذا محمد سعيد محمد، هذا من عشيرتي، أنا أضمن لأن اسمه ثلاثي ماكو اسم أم، أنا أضمن، وهذا الرجال كل شيء ما عنده، إحنا نعرف اللي خابرنا، من الإمكان أنه إحنا يعني كأجهزة استخبارية وكقائد عمليات ممكن أنه يعبى بضمانتك يطلع بعد ما نتأكد بالتليفون مو مشكلة، ولكن ما لنعمم هذا الموضوع صعب شيخ، يعني أنا أكون صريح وياك. إيه بس إحنا نقدر يعني قلت لكم أنا من أصير شي حالة إذا أحد من شيوخنا الناس يعني الموثوقين المعرفين بالمحافظة اللي توجه ضد الإرهاب اللي ما يقبل على نفسه أنه يعني يزكي شخص مو نظيف، وأنتم كلكم إن شاء الله من هذا التوجه، فإحنا بالنسبة لنا والله بالعكس نعاون، يعني إحنا ما نقبل أنه شخص بريء يروح لعشر أيام يفتر من مكان المكان، إحنا حاضرين والله، بس ننتظر الجواب مال المشتركة وإن شاء الله تتوحد القاعدة ونصفيها ونرتبها إن شاء الله.